السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا الأسبوع ناخذ سيمي سوليد دوزيج فورم، والمصدر اللي نتبعه هو تشابتر 10 اللي يضمن الأوينتمنت الكريمز اند جيلز، من نفس المصدر الكتاب هو الانسل فارماسيوتيكال دوزيج فورم اند دراج ديليفري سيستم. نجي بالبداية نعرف السيمي سوليد دوزج فورم. من الاسم سيمي سوليد، يعني لا هي سوليد ولا هي ليكويد، وإنما تكون in between the liquid and solid dosage form. And this involve many pharmaceutical preparations such as ointments، المراهم، الكريمز، يعني الكريمات، البيست نقصد بها المعجون، and gels are semi-solid dosage forms intended for topical applications, and they may be applied either to the skin، طبعا غالبيتها ومعظمها تستعمل for external use، وأما هذه توضع على السكن or placed on the surface of the eye، يعني على الجفن، جفن العين أو على surface of the eye، or use nasally على النose or vaginally or rectally. This is may be used for many application sites. Most of these preparations are used for the effect of therapeutic agent they contain. يعني هذه السيمي سوليد دوزج فورم اما تكون غالبيتها طبعا تكون ميديكيتد، تحتوي على دراج، وهذا استعمالها راح يكون الى سيرتن ثيرابيوتيك اكتيفيتي، وقسم من عندها يكون ما تحتوي على دراج، يعني تكون ان ميديكيتد وينز اند ار يوز فور ذير فيزيكال افكتس از ا بروتكتنت اور لوبريكانت، لان اكثرها هذه السيمي سوليد دوزج فورم تحتوي على بيز، وهذه البيز كانه مثل فور اكزامبل الفازلين، هذا يكون البيز فيكون عنده لوبريكانت افكت اور بروتكتنت افكت اور سوثينج افكت، يعني هذا ما يكون عنده there is no any drug in the formulation only composed of the base. Now local versus systemic. أكثر السيمي سوليد دوزج فورم نخليها توبيكالي، this is for a local effect، لكن بعض من عندها قد يصير امتصاص على إلى الدرج وتنطيني يعني systemic effect، systemic absorption. فبهالحالة إذا إحنا الفيلم distinction is an important one with regard to the dermatological application. إذن أما إحنا نستعمله for its local effect، وبهالحالة نقول topical dermatological product، وبهالحالة راح تعمل release إلى الدرج، والدرج يكون الإفكت مالته to treat dermal disorder، يعني استعمال خارجي كأنه موجود حبة أو قد يكون هنالك جرح، فاستعمال خارجي أو burn معين with the skin as the target organ. أما النوع الآخر ذكرت أنه ينطيني systemic effect. Systemic drug absorption should always be considered when using topical product if the patient is pregnant or nursing. يعني قسم من الأوينتمنت قد لا تستعمل for local effect only، وإنما يحصل بها absorption إلى الدرج، ومن خلال عملية الأبزوربشن توصل إلى systemic circulation and will give therapeutic activity. وقسم من الدرج احنا طبعا ما نريدها توصل الى البلد قد تكون فيتال because of its toxic effect، قسم من عندها قد توصل الى البريست ميلك وقد تكون هذه harmful for the fetus or nursing infant.
اذا احنا المفروض نحدد المطلب من استعمال الاوينتمنت الايم اوف يوز وذر الاوينتمنت اور اني سيمي سوليد بريبريشن وذر فور لوكال اور سيستميك افكت. من نقول عندنا transdermal product is designed to deliver a drug through the skin يعني راح يصير عندي percutaneous absorption. اذا استعمال خارجي يعني topical high dermal effect, لكن لما نقول transdermal يعني تعبر طبقة الديرمال معناها لك تعبر الجلد وراح يصير بها absorption وتنطيني percutaneous absorption توصل الى systemic circulation حتى تعطيني systemic effect with the skin not being the target organ. يعني بهالحالة احنا الهدف مالتنا مو بس نخليه على السكن وينطيني local effect, وانما يكون عندنا الهدف من عندنا هو نوصل الدرج الى systemic circulation. اذا نقدر نقول بشكل عام انه السيمي سوليد preparation either used for local effect يعني dermal effect or for systemic effect, فنطلق بهالحالة راح نعتبره هو transdermal product. نجي الى النوع الاول من المثال الاول من السيمي سوليد preparation هو عبارة عن الاوينتمنتس. كلكم سامعين بالمرهم, المرهم عندنا مراهم كثيرة نستعملها for example عندنا درمودين اوينتمنت, مثلا بتنوسام اوينتمنت, نستاكورت اوينتمنت. اذا الاوينتمنتس ممكن نعرفها بأنه عبارة عن semi-solid preparations intended for external application to the skin or mucous membrane. يعني كل الاوينتمنت بشكل عام هي for external use, ما يصير بها absorption. والدرج كلها أكثرها غالبيتها تحتوي على درج, لكن هذا الدرج من استعمال الاوينتمنت ما يصير به absorption وإنما only for local or for external use. الاوينتمنتس according to the British Pharmacopoeia ممكن نعرفها are formulated to provide preparations that are هاي مواصفات الاوينتمنت حسب البريتش فارماكوبيا, اما تكون miscible or emulsifiable with skin secretion. هذا تعريف الاوينتمنت حسب دستور الأدوية البريطاني البريتش فارماكوبيا, يعتبر انه الاوينتمنت انه any preparation تستعمل for external use that are miscible or emulsifiable with the skin secretion. لان كلكم تعرفون انه السكن احتمال يصير بها عندنا موجود تحت طبقة السكن السيبيزياز جلاند الغدد العرقية, احتمال يطلع السويت من الجلاند, فاذا الاوينتمنت مع السويت او other secretion انه يصير عندنا اما الاوينتمنت يكون miscible او يكون عندنا نوع من الامالشن. بالنسبة الى الاوينتمنت may be medicated or not, مثل ما ذكرت قبل شوية اما تكون medicated يعني تحتوي على active ingredient مثل عندنا البتنوسان مثلا اوينتمنت, مثلا عندنا زنك اوينتمنت, زين كاستر اويل اوينتمنت, فاذا كثير من الاوينتمنتس موجوده تحتوي على الدرج. النوع الاخر اللي هو الان ميديكيتد اوينتمنتس ار يوز فور فيزيكال افكتس, هذه مثل ما ذكرت قبل شويه بروفايد اما بروتكتنت او اما تكون ايموليانت افكت او لوبريكانت افكت. فلذلك الاوينتمنت بيزز ار ديسكرايبد مي بي يوز فور ذير فيزيكال افكتس اور از ا فيكل فور ميديكيتد اوينتمنتس. يعني باختصار انه تركيب الاوينتمنت تركيب الفورمولا اوف اوينتمنت اما تحتوي فقط من البيز اوينتمنت بيز مثل ما ذكرنا في حاله السبوزيتوري قلنا تكون من الدرج ومن البيز, البيز هي تعتبر الفيهيكل, بالاوينتمنت وكذلك الحال انه الفيهيكل نطلق عليه بالبيز. فاما الاوينتمنت يكون متكون من البيز اللون وبهالحاله اما يستعمل فور اتس بروتكتنت افكت اور ايموليانت افكت اور لوبريكانت افكت وحسب نوع البيز طبعا المستعمله, وبعض الاحيان قد يستعمل
for its medical effect. يعني يحتوي على drug. فالبيز تكون as a vehicle for medicated drug. بالنسبة إلى ideal ointment base, مثل ما ذكرنا عندنا مواصفات ideal property of base in case of suppository. كذلك الحال بالنسبة إلى ideal ointment base, تمتلك بعض الفيزيوكيميكال بروبرتيز, يعني المفروض تكون ستيبل, تكون نيوترال ان رياكشن, ما لا تكون اسيديك ولا بيزك وانما نيوترال. عندنا كومباتبل وذ اول ميديكيشنز اللي هي ووتر اور فات سوليبل, اذا كومباتبل وذ اول ميديكيشنز اند فري فروم objectional other, ما يمتلك أي رائحة كريهة, and non-staining and melt or soften at body temperature. أما يصير بها melting أو softening by the body temperature حتى تطينا شنو عندنا, تطينا lubricant or softening effect, ما تبقى بشكل صلب وإنما أما يصير بها melting or softening by the body temperature, المفروض ما تصبغ الجلد, non-staining effect إلها, ما تحتوي على رائحة كريهة, no any objection other, compatible with the medication, ما تأثر على الدرج itself, ما تأثر على مثلا stability, على الإفكت مالته, والمفروض تكون أيضا neutral in reaction. هذه أهم الصفات المفروض تكون متوفرة بالointment base. نجي إلى أنواع الأوينتمنت بيز. بشكل عام ممكن نقسمها into four groups, اللي هي الأولاجينوس بيز اللي هي الدهنية, هذه تكون الأولاجينوس أو الهيدروكربون بيز لها اسم آخر, وعندنا الأبزوربشن بيزز والووتر ريموفابل بيزز والووتر سوليبل بيزز. يعني صار عندنا أربعة أنواع اللي هي الأولاجينوس, الأبزوربشن, water removable يعني ممكن إزالتها بالwater, والwater soluble bases. Now first of all I will discuss the oleaginous bases or the hydrocarbon bases. هي عبارة عن هذه تكون oleaginous يعني زيتية أو دهنية, فهنا بعض الأحيان نسميها بالhydrocarbon bases. When on application on the skin, من نوضعها على السكن راح تعطينا أهم شيء لها emollient effect. ثاني شيء protect against escape of moisture, useful in the treatment of dry scaly condition. إذن هذه الointment نستفاد من عندها في إنه تنطيني, عندنا لها occlusive dressing نسميها, إلها أكلوز بتغطي المنطقة تماما, فإذا تمنع الاسكيب اوف مايستشر, وبالتالي من يتعرق الجلد فإذا المويستشر راح تبقى على الجلد, وبالتالي تطيل الهايدريشن افكت فور ذا سكن, وراح يكون إلها ايموليانت افكت. وأكثر شيء يفضل استعمالها إلى الدراي سكالي كونديشن, اللي تكون دراي اللي هي سكالي, يعني هي سكالي المتقشرة, المتقشرة اللي نسميها الدراي, وإذا كانت المنطقة صلبة يعني جافة جدا كانت فيها قشور, فيفضل استعمال الأوينتمنت بهالحالة. والبيز المستعملة هي الأولاجينوس بيز, قلت هي effective as occlusive dressing and can remain on the skin for long period of time without drying out, and they are not absorbed by the skin. هاي كلها من الصفات. And also their immiscibility with water very difficult to wash. ليش؟ إنه تعتبر immiscible with water because it is a hydrocarbon or oleaginous base. يعني شنو معناته؟ يعني ما تكون عندي تكون دهنية, فتم تمتزج مع الووتر. الووتر and aqueous preparation may be incorporated by only in small amount and with some difficulty. ممكن نخلي ووتر بتركيبة
الاوينتمنت اللي يحتوي على هذا النوع من الاولاجينس بيز، ولكن كمية الووتر اللي يحتويها تكون كمية قليلة. واي؟ مثل ما ذكرت، لان هذا النوع من البيز يكون immiscible with water. بعض الاحيان قد يكون هنالك powdered substances ممكن incorporated into the hydrocarbon base، وعندنا liquid petrolatum اللي هو mineral oil may be used as a navigating agent. وهسه بعدين افهمكم شنو معنى navigating agent، اللي هي المادة اللي نستعملها حتى نمزج الباودر مع هذا النوع من البيز. هاي اهم الصفات بالنسبة الى الاولوجينوس بيز. نجي ناخذ امثلة عليها على الهيدروكربون اوينتمنت بيز. اول واحد البترولاتهم يو اس بي، حسب طبعا هذه من نذكر يو اس بي معناتها هي مذكورة في دساتير الادوية. البترولاتهم اللي هو اليو اس بي هو الفازلين، كلكم سامعين بالفازلين. And is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons، عبارة عن هو مزيج من semi-solid hydrocarbons and obtained from petroleum، من البترول يعني يستخرجوا، ويحتوي عدة مكونات. And it is an cutaneous mass، اللي نقصد بها انه تكون زيتية او زلقة او ملساء تكون، فاذا زيتية او زلقة اني كيوتياز ماس باعتبارها اكثرها هيدروكربون اعتبار انه مكوناتها. and varying in color from yellowish to light amber، اذا من yellowish الى light amber. it melts at من 38 الى 60 ديجري سنتيغريد، لانه تحتوي على عدة مواد combination of agents، فهذه ال melting point الها هذا الميكستشر يختلف، يتراوح من 38 الى 60 ديجري سنتيغريد. and with other agent as an ointment base. بالنسبة الى البترولاتهم في بعض الاحيان اما يطلقون عليه باليلو بترولاتهم، او بعض الاحيان البتروليوم بتروليوم جلي، هو مو جلي وانما يسمى هذا اسمه، هو عبارة عن سيمي سوليد، هو عبارة عن اوينتمنت بيز، فهذا بتروليوم جلي، ولكن الكوميرشال يوز والاكثر او الكوميرشال برودكت واللي هو شائع واللي كل نعرفه نطلق عليه بالفازلين، اللي هو عبارة عن البترولاتهم يو اس بي، يعني هو الفازلين. عندنا النوع الاخر اللي هو عبارة عن الوايت بترولاتهم. الوايت بترولاتهم مثل ما ذكرت قبل شوية، الفازلين نسميه باليلو بترولاتهم، يلو هو نفسه البترولاتهم يو اس بي، بينما الوايت بترولاتهم هنا هو ايضا يعتبر انذر هيدروكربون بيز. هذا يكون ليش سمينا وايت؟ لان لونه ابيض. is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons from petrolatum that has wholly or nearly decolorized. هنا شي يسوي له؟ قصروه، يعني يقصر ويحولوه من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض. أما القصر يكون تام كامل، وأما تقريبا يعني. and is used for the same purpose as petrolatum، يعني ايضا الى lubricant effect، الى emollient effect، الى occlusive property، but because of its lighter color يعتبر more aesthetically placing by some pharmacists، يعني اكثر الفارماسيست حتى البيشنت المرضى يرغبون الى الوايت لانه لونه ابيض، فيكون من ناحية جمالية مقبول اكثر، more aesthetically placing يعني مقبول من الناحية الجمالية يكون اكثر. بالنسبة الى الوايت بترولاتهم ايضا اسم اخر قد يسموه بالوايت بتروليوم جلي، مثل ما ذكرت هو مو جل ولا جلي، وانما هو عبارة عن اوينتمنت هيدروكربون بيزز، ولكن يطلق عليه وايت بتروليوم جلي، والكوميرشال برودكت نسميه بالوايت فازلين. اذا فازلين وحده هذا اليلو بترولاتهم، بينما الوايت فازلين اللي هو عباره عن الوايت بترولاتهم حسب اليو اس بي، وهذه طبعا اثنيناتهم يعتبرن
official hydrocarbon base. ايضا عندنا النوع الاخر من الهيدروكربون اوينتمنت بيز اللي هو اليلو اوينتمنت according to the USP. ايضا هذا اسم يعني officially yellow ointment، وهذا يحتوي على اليلو واكس البيز واكس ان 950 بترولاتهم ان 950 غرام بترولاتهم. طبعا ليش نضيف هنا البيز واكس هنا؟ حتى ينطي صلابة اكثر الى او اليلو واكس او البيز واكس ينطي صلابة اكثر للاوينتمنت، وبعض الاحيان نسميه بالسمبل اوينتمنت and has a slightly greater viscosity than petrolatum. ايش يصير الفيسكوستي إله؟ يعني يكون more rigid or more viscous because it contain 50 جرام من اليلو واكس or البيز واكس in 950 غرام بترولاتم. الاوينتمنتس is تعتبر الاوينتمنتس is prepared by melting yellow wax on water bath then adding the petrolatum until the mixture is uniform، يصبح متجانس. طبعا ليش؟ انه الواكس هو يكون الصلب، فاذا بالبداية نعملوا له melting يصهروه، وبعد ذلك طبعا عملية الصهر تصير بالووتر باث مو حرارة مباشرة، والسبب في ذلك حتى يكون سبب في ذلك حتى قلنا نحافظ على الستابيليتي اوف اوينتمنت، نحصل على الستابيليتي اوف اوينتمنت. فدائما عملية الميلتينج يتم بالووتر باث. Then بعد عملية الصهر adding البترولاتهم until the mixture is uniform، يصبح الميكسشر متجانس ويكون uniform. بعد ذلك تتم عملية الكولينج and stirring until congealed. هنا المقصود بالكونجيلد حتى انه بس مجرد يسخن، يعني مو نخلي احنا كونجيلد يجمد بالمجمدة او بالفريز، لا، وانما مجرد انه نرفعها من الووتر باث وتم عملية الستيرنج وتكون مستمرة with continuous stirring. فإذا بهالحالة نلاحظ أنه يبدي يسخن الأوينتمنت. هذه اللي عندنا نسميه بالسمبل أوينتمنت أو اليلو أوينتمنت. أوكي، بالنسبة عندنا نجي الى another type، عندنا الوايت اوينتمنت. قبل شويه اخذنا شنو عندنا؟ اخذنا اليلو اوينتمنت. Now we come to the الوايت اوينتمنت. Also according to the USP this ointment differs from yellow ointment by substitution the white wax bleached and purified yellow wax. اذا قبل شوية ذكرت انه ذكرنا اليلو اوينتمنت يحتوي على يلو واكس يعني شمع اصفر او نسميه بالبيز واكس، بينما عندنا فنسميه البيز الناتجة هي يلو اوينتمنت، بينما الوايت اوينتمنت بس مجرد يعملون قصر الى البيوريفايد الى البيز واكس فراح تكون مقصورة and purified yellow wax. Yellow wax and white petrolatum in the formula. إذا بهالحالة الـ composition راح يكون متكون من الـ white wax والـ petrolatum in the formula. ومثل ما ذكرت أيضا هذا هو يعتبر official hydrocarbon ointment base. الشيء المهم في الـ hydrocarbon base أو الأولاجينوس بيز هو الأوكلوجين بروبرتي تو ذا سكين. شو نقصد بالأوكلوجين بروبرتي؟ اللي هي تعتبر effective means of absorbing ointments and medication because it leaves your skin hydrated. مثل ما ذكرت قبل شوية إنه هذا النوع من الأوينتمنت بيز عنده occlusive property، occlusive dressing يغطي لي الجلد بشكل تام، وبهالحالة
من الجلد يعرق او يخرج الووتر من عنده، ما راح يتبخر. ليش؟ لان عندنا هذه الاولاجينوس بيز او الهيدروكربون بيز موجوده فوق الجلد، فاذا الووتر ينحصر بين الهيدروكربون او الاولاجينوس بيز والسكين، بالتالي راح ينطي مويسترايزنج افكت، رطوبه، هايدريتنج افكت الى السكين، وتتم عمليه الهايدريشن اوف ذا سكين. طبعا اللوكيشن ميكس ديفرنس ان افكتيفنس اوف ذا سكين اوكلوجن. المنطقه اللي نضع عليها الهيدروكربون بيز او الاولاجينوس بيز الافكتيفنس تختلف. ليش تختلف؟ حسب نوع الاريا اللي نضع عليها الاوينتمنت. فاذا الاريا اوف يور بودي عندنا الثيكنس اوف ذا سكين، الثيكنس اوف ذا سكين تختلف من منطقه الى اخرى، will require more time for your body to absorb whatever you are occluding. يعني كل ما كانت، على سبيل المثال، كل ما كان السكن more thicker، اذا بهالحالة نحتاج الى time اكثر حتى تتم عملية الموسترايزنج، وايضا نحتاج قد نضع كمية اكثر من الاوينتمنت حتى نحصل على الافكت المطلوب. مثل ما تشوفون هسه هنا هذا قبالكم، هذا طبقات الجلد المختلفه، هنا الدرمز، الابيدرمز هاي الخارجي، هو طبعا بالبدايه اكو ستراتام كورنيا اللي مفروض يعني يعمل لها ترطيب، واذا صار هو استعمال خارجي فقط على ستراتام كورنيا قد يعبر طبقه الدرمز الابيدرمز وبعد ذلك طبقه الدرمز. مثل ما تشوفون هنا عندنا سويت جلاند اويل جلاند، يعني اكو افرازات للجلد، فاذا كان اوينتمنت موجود على الطبقه الخارجيه تنحصر هاي الافرازات على الجلد وبالتالي تنطيني المويسترايزنج افكت اور الاوكلوزيف سكن اوف ذا سكن. ناو لو اي ويل ديسكاس ذا اذر تايب اوف اوينتمنت بيز اللي هي عباره عن الابزوربشن بيزز. الابزوربشن بيزز ار اوف تو تايب. التايب الأول those that permit incorporation of aqueous solution resulting in the formation of water in oil emulsion. إذن هذه تعتبر تتكون لي من نوع emulsion. نوع الemulsion هو water in oil emulsion. example عليها هو الهيدروفيليك بترولاتام، هيدروفيليك بترولاتام، وهذا يتكون من الهيدروكربون بيز and combined with water in oil emulsifier. example على الامالسيفاير ايجنت او الامالسيفاينج ايجنت مثل الول الكهول او الول فات. هذا نوع الامالشن اللي يتكون من يصير بها incorporation ويا الاكويوس سوليوشن تعطيني امالشن. نوع الامالشن اللي تكونه هو oil water in oil emulsion. ليش؟ يعني تتكون من الهيدروفيليك بترولاتم، متكون من الهيدروكربون بيز، يمتزج مع emulsifying agent. هذا emulsifying agent مثل الوول الكهول او الوول فات اللي يكون لي emulsion من نوع water in oil emulsion. النوع الاخر من الابزوربشن بيز هذا those are that are even here water in oil emulsion. يعني يكون مترادف مع emulsion bases that permit incorporation of additional quantity of aqueous solution مثل لانولين. هنا يحتوي على مواد إضافية أخرى مثل عندنا اللانولين، يحتوي على اللانولين، وأيضا نوع الإيمالشن اللي يكونه هو water in oil emulsion. يعني اثنيناتن هي water in oil emulsion، بينما هناك النوع الأول فقط يحتوي على emulsifying agent مثل wool alcohol or wool fat، بينما هنا أيضا هو يكون النوع الثاني هو water in oil emulsion لكن يحتوي على مواد that permit أو هي نفسها permit incorporation additional quantity of water of aqueous solution.
فمثلا عندنا اكزامبل عليها اللانولين. بالنسبة الى الابزوربشن بيز ايضا تستعمل for its emollient property and they do not provide the degree of occlusion offered by the oleaginous base. يعني هي ايضا لها occlusive property ولكن يعني بدرجة اقل من oleaginous bases. قلنا نسميها absorption bases are not easily removed ايضا from the skin. ليش قبل شوي لان ذكرنا نوع الامالشن اللي تكونه هو water and oil emulsion. شوفوا هنا النوعين ال A will be هو يكون emulsion water and oil emulsion يعني الطور الخارجي هو عبارة عن oil ولذلك it is not easily removed from the skin. With water from the skin إذا عند غسلها with water washing because the external face of the emulsion is oleaginous base. Also absorption bases are useful as pharmaceutical adjuncts to increase or to incorporate small volume of aqueous solution into the hydrocarbon base. يعني تعتبر كعوامل مساعدة صيدلانية مساعدة حتى نضيف حجم أكثر من ال or small volume of aqueous solution into the hydrocarbon base. يعني مثل ما ذكرت هو يتكون hydrocarbon base a plus emulsifying agent. بالنوع الأول قلنا يتكون من الول الكهول أو الفات. النوع الثاني بيحتوي على لانولين فيسمح بعد incorporation additional amount of aqueous solution and this is accomplished by incorporating the aqueous solution into the absorption base and then incorporating this mixture into hydrocarbon base. إذن بالبداية نكمل تحضير البيز by incorporating نضيف أو نمزج أو ندخل الأكويوس solution إلى الأبزوربشن بيز وبعد ذلك مع الأبزوربشن بيز ممكن نخلطها incorporating this mixture with the hydrocarbon base بما معناه راح يصير عندنا مزيج من الهيدروكربون بيز والأبزوربشن بيز ولكن نقدر ندخل من خلاله الأكويوس solution اللي يسمح بتدخيلها أو بالإنكوربوريشن إلها هي الأبزوربشن بيز. عندنا أمثلة على الأبزوربشن بيز مثل الهيدروفيليك بترولاتم حسب الـ USP هنا هيدروفيليك بترولاتم يحتوي على هذه الفورمولا لكل 1000 غرام. شوف يحتوي على الكوليسترول هنا 30 غرام، الستياريل الكهول 30 غرام، الوايت واكس 80 غرام، والوايت بترولاتم 860 غرام. هذين المواد كلها هي تعتبر شنو عندنا؟ هي تعتبر فاتي نيتشر يعني الكوليسترول، الستياريل الكهول، الوايت واكس. وبعد ذلك يمزجوهن مع بعضهن ونسب مالاتهن ثلاثة إلى هنا عندنا الكوليسترول 30 غرام، هنا الستياريل الكهول أيضا 30 غرام. بالنسبة بعض الأحيان هنا أول شيء يمزجون الستياريل الكهول مع الوايت واكس ثانيا، بعد ذلك يضيفون الجليسرين ثالثا، وبعد ذلك يضيفون الوايت واكس حسب الأرقام. أولا ستياريل الكهول، وبعد ذلك الوايت واكس، وثم يضيفون الكوليسترول، وبعد ذلك الوايت بترولاتهم. So it is prepared by melting ستياريل الكهول and white wax on steam bath. طبعا مثل ما ذكرنا ما نستعمل حرارة مباشرة حتى نحافظ على stability of the component. Also then adding the cholesterol with stirring until dissolved. بعد ذلك آخر شيء رقم أربعة نضيف الوايت بترولاتم and allowing the mixture to cool while stirring until congeal. هذه هي طريقة تحضير الهيدروفيليك بترولاتم. عندنا النوع الآخر اللي هو الأكوافور. هذا تعتبر هو commercial product الأكوافور. طبعا variation تعتبر variation of hydrophilic بترولاتم
has capacity to absorb of 3 times its weight in water, and useful to help and incorporate a water soluble drug مثل عندنا التوبرامايسين سلفيت into other the oleaginous ointment base. مثل ما ذكرت الأكوا فور هذا هي نوع آخر من الأبزوربشن بيز اللي هي نوع من الهايدروفيليك بترولاتهم يسوي لها موديف يعني تغييرات فراح تستطيع هذه تمتص حوالي 3 مرات قدر وزنها ووتر. طبعا هاي نستفاد من هاي الحالة انه تساعدنا بالتالي يسويها incorporation of the water soluble drug مثل التوبرامايسين وبعد ذلك التوبرامايسين سلفيت وبعد ذلك يخلطوها مع الأوليجينوس ointment base. فإذا Aquaphor is a petrolatum based ointment and الشركة اللي تحضرها هي الإسيرين by إسيرين and is available in 2 form. عندنا الأوريجينال ointment يحتوي على المينرال أويل and السيريسين والهيلينج اوينتمنت يحتوي على مينرال اويل والسيريسين واللانولين. هذه يعني بس التايب مع الاكوافور بس تاخذون فكره عليها ما مطلوبه من عندكم بس اهم شيء تعرفون مكوناتها وهي تعتبر نوع من انواع الابزوربشن بيز. This concept is used in a preparation ايضا بالاوفثالميك اوينتمنت. الإيسيرين is 50% weight in water in oil emulsion. الفكرة مالتها هي عبارة عن الابزوربشن بيز يستفادون من عندها باعتبارها هي water in oil emulsion تكون لي فممكن يخلون الدرج اللي هو water soluble ممكن يضيفون water وبعد ذلك بما انها هي water in oil emulsion تكون لي ممكن يعملوا لها مزج مع الاولوجينوس بيز. هاي الفكرة بالنسبة الى الاكوافور. نوع اخر من الهيدروكربون من العفو الابزوربشن بيز هي الwater in oil emulsion absorption بيز اللي هي البيبانثين. البيبانثين لابد انهم سامعين يستعملوه بالنابي كير اوينتمنت يعتبر الراش اللي يصير من نتيجة استعمال حفاظات النابي من الحفاظة يستعمل للأطفال فهذا ممكن نستعمل هذا البيبانثين. البيبانثين سيلز ان ذي سكينز ناتشرال مويستشر والذي نابي كريم forms a long lasting ويكون transparent layer protecting even the most delicate skin from irritants and rubbing. طبعا الwater in oil formulation keeps the skin healthy يكون hydrated while the ingredient يحتوي على pro-vitamin B5 helps the skin repair its natural protective barrier from nappy rash. يعني مكوناته اذا بالنسبه الى البيبانثين هو عباره عن absorption بيز ويكون نوع هذا الابزوربشن بيز كنوع الامولشن اللي يكونه هو water in oil وايضا يحتوي على الدرج اللي هو فيتامين B5 فهذا طبعا هي تكون water in oil emulsion بالتالي يحمي السكن من مثلا الإدرار الطفل من يتبول يحميم السكن فإله protecting effect ويمنع الراش اللي هي نابي راش الراش الاحمرار النوع من التحسس اللي يصير من استعمال الحفاظات فإذا فيعتبر natural protective barrier from the والدرج اللي يحتوي مثل ما ذكرت هو فيتامين B5 helps the skin repair its natural protective barrier from nappy rash. هذا بالنسبة إلى الابزوربشن بيز أي أنواع. جينا النوع الآخر أيضا اللانولين مثل ما ذكرت اللانولين ويو اس بي اللي هو الانهايدروس لانولين هذا يعني اختلافه انه ينتج بعد كمية أكثر من الووتر. فإذا لانولين obtained from the wool
of sheep يعني اللي صاير الطبقة تحتها صوف الخروف الجلد مالته الصوف تحت الصوف مع جلد الخروف فإذا هذا اللانولين obtained from wool of sheep and is a purified wax like substances has been clean ورا ما يشيلون الصوف تطلع لنا هاي الطبقة هي يستخلصون من عندها اللانولين يعملونها cleaning deodorize لأن الرائحة الكريهة يزيلوها decolorize and deodorize رائحة الغير مرغوب بها يزيلوها يعملوا لها قصر decolorize يزيلون الألوان من عندها وينظفوها and it contain not more than 0.25% water additional water may be incorporated into lanolin by mixing قد يضيفون أيضا ممكن يتقبل بعد water أكثر إلى اللانولين by mixing عندنا النوع الآخر اللي هو الموديفايد لانولين USP حسب USP أيضا هو عبارة عن لانولين process to reduce the contents of free lanolin alcohols and any detergent and pesticide residues إذن هذا يعملون بعض processing بهالحالة يقللون الـ contents of free lanolin alcohols then process to reduce the contents of free lanolin alcohols and any detergent and pesticide residues then يعملوا له بعض modification إلى اللانولين عندنا النوع الثالث من البيز اللي هي الـ water removable base ومن اسمها هذه water removable base يعني ممكن ازالتها بالواتر اذا معنى ذلك نوع الامولشن اللي تكونه هو oil in water emulsion and resembling creams مثل الكريم تشبه الكريم لكن هي بحقيقتها هي عبارة عن ointment base الاكسترنال فيس بهالحالة هو عبارة عن water اذا معنى ذلك ممكن خلال عملية غسله انه ممكن ريموف ات ايزلي فلذلك بعض الاحيان ممكن نغسله او باي السكن فروم ذس بيز باي ووتر فلذلك نسميه بالووتر واشبل بيزز بعض الاحيان هي نفسها الووتر ريموفبل بيزز وقلت السبب في ذلك انه نوع الامرش اللي تكونه هو اويل ان ووتر يعني الطور الخارجي ووتر يعني يكون miscible with water ممكن حتى توصل الconductivity they can absorb electrical conductivity they can absorb series discharge ممكن من خصائصها انه اذا كان عندنا نضح بالمنطقة نضح بالمنطقة انه absorbed the series discharge وأيضا هذه الهيدروفيليك اوينتمنت يو اس بي از ان اكزامبل اوف ذس تايب هذا نوع من انواعه هو الهيدروفيليك اوينتمنت حسب اليو اس بي طبعا هاي كل وحده لازم تعرفون مكوناتها يعني الووتر ريموفبل شنو مكوناتها ومثال امثله عليها الابزوربشن بيز الامثله عليها وشنو معناتها الهيدروكربون بيز عندنا ايضا هذا اذا تنتبهون هنا بالصوره عندنا هذا الاكوا سوفت الاكوا سوفت هو عباره عن ايضا هو عباره عن الاكوا سوفت بعض الاحيان ايضا يستعملوا في التركيب بالتحاضير هو عباره عن ووتر ريموفبل بيز اللي هو عباره عن هيدروفيليك اوينتمنت طيب بالنسبة إلى نجي إلى الهيدروفيليك اوينتمنت حسب اليو اس بي المواد الموجودة داخل الهيدروفيليك اوينتمنت اللي هي نوع من أنواع الووتر ريموفابل بيز مثل عندنا المثيل بارابين يستعملوا كبريزرفاتيف البروبيل بارابين كبريزرفاتيف الصوديوم لوريل سلفيت هذه هي إمولسيفاينج ايجنت وانتبهوا هنا صوديوم لوريل سلفيت هي يعني ال HLB لها عالي حوالي 40 وهذه تكون نوع الامولشن هو oil in water emulsion
ايضا عندنا البروبيلين جلايكول، هذا راح يزيد الفيسكوزيتي، وعندنا ستياريل الكحول اللي هو عباره عن الاويل فيس، والوايت بترولاتم هو الاويل فيس، وكلها موجوده بالبيوريفايد ووتر. وهذا يستعملون طبعا هاي التركيبه كلها بتحضير 1000 غرام بالبدايه السيتو ستياريل الكحول والوايت بترولاتم ميلتد توجذر حوالي، يعني تشكل هاي الاويل فيس الى حوالي 75 دقري سنتيغريد. والاذر انذر انجريدينت ان بيوريفايد ووتر ار ادد وذ ستيرك اند ستيرنج انتل ذا ميكستشر كونجلز. يعني المهم الاويل فيس على حده تسوي له ميلتنج، اللي ذوب بالووتر نذوبها مع بعضها، بعدين بعد ذلك ادد ذن ادد، يعني ال بما انه الووتر فيس يضاف الى الاويل فيس until the mixture congeal. طبعا هنا هسه نقول شلون اذا اخذنا ترتيب الاضافه بنظر الاعتبار تنظيف الووتر الى الاويل فيس، لكن تاخذون بنظر الاعتبار احنا مستعملين صوديوم لوريل سلفيت اللي هو يعتبر سترونج ايمالسيفاينج ايجنت، ونوع الايمالشن اللي يتكون هو اويل ان ووتر بغض النظر عن ترتيب الاضافه او عن الفيس فوليوم ريشيو. النوع الثالث الرابع والاخير هو الووتر سوليبل بيزز. الووتر سوليبل بيزز قبل شويه ذاك قلنا ووتر ريموفبل بيزز، قبل شويه ذكرت الووتر مثل ريموفبل بيزز يكون نوع الايمالشن يتكونه هو اويل ان ووتر ايمالشن. هسه النوع الاخر اللي هو الووتر سوليبل بيزز دو نوت كونتين اولاجينوس كومبوننت ات اول اند ذي ار كومبليتلي ووتر واشبل اند اوفن ريفيرد تو از جريزي ليس. بعض الاحيان ريفيرد تو از جريزي ليس بيكوز ذي سوفتن جريتلي with addition of water. Large amount of aqueous solution are not effectively incorporated into these bases. هنا نلاحظ they soften greatly with an addition of water. Large amount of aqueous solution are not effectively incorporated. ما نقدر يعني نضيف كمية كبيرة من الأكويوس solution. And mostly used for incorporation of solid substances. هنا أنا incorporation أو نخلط ويا مو solution aqueous solution، وإنما نخلط ويا solid substances مثل عندنا مثل عليها polyethylene glycol ointments حسب ال NF is the prototype example of the water soluble base. يعني هذا الشيء نموذجي نعتبر روتوتايب، يعني نموذجي بالنسبة إلى هذا النوع من الووتر سوليبل بيز مثل PEG يعني بولي إيثيلين جلايكول أوينتمنت، هذا نوع من أنواع الووتر سوليبل بيز. طبعا البولي إيثيلين جلايكول احنا ما أخذيه سابقا، هو يعتبر من بوليمر من الإيثيلين أوكسايد and water represented by formula. عندنا هنا هاي الفورمولا انه هو عندنا CH2CH2O CH2CH2، هذا تتكرر بمقدار عدد N، وبعد ذلك عندنا OH، وهنا هذا ال OH in which represents the average number of oxyethylene groups، يعني ايش قد oxyethylene groups ان هذه هي تمثل لي الاوكسي ايثيلين جروبز الموجوده. فاذا النيوماريك ديزاينيشن اسوشيتد وذ ذا بوليثين جلايكوز ريفيرز تو ذا مولكيولار ويت اوف ذا بوليمر، يعني لما نقول بوليمر المولكيولار ويت مثلا يكتبوا بي اي جي 600 معناتها المولكيولار ويت الى 600، او بولي ايثيلين جلايكول 1000 معناتها المولكيولار ويت له هو 1000 جرام بير مول. فلاحظوا انه هاي البولي ايثيلين جلايكول اذا كان الوزن الجزيء لها اقل من 600 راح تكون الفيزيكال ستيت لها كلير كلرليس ليكويد،
تكون بشكل ليكويد ستيت وتكون كلير وكلرلس، لكن اذا صارت بين 600 وال 1000 راح تتحول الى سيمي سوليد فورم، واذا كانت اكثر من 1000 راح تصير صلبه، تكون واكس لايك وايت ماتيريال. الجريتر ذا موليكولار ويت اذا تكون جريتر فيسكوزيتي، واحنا هذه شارحين عليها اخذنا البولي ايثيلين جلايكول بيز في حاله السبوزيتوري. عندنا بالنسبه هنا هذا الاوفيشال حسب دستور الادويه الان اف البولي ايثيلين جلايكول اوينتمنت، الجنرال فورمولا يتكون من بولي ايثيلين جلايكول 3350 400 غرام وبولي ايثيلين جلايكول 400 600 غرام، فنمزجهم مع بعضهم. طبعا ابو ال 400 يكون بشكل ليكويد وابو 3350 يكون اسوليد. بعد ذلك عندنا results in a very playable semi solid ointment، من نمزجهن مع بعضهن يكون very playable مقبول، عندنا semi solid ointment. طبعا بالبداية من نريد نحضره ناخذ البوليثين جلايكول الصلب نعمل له صهر، وبعد ذلك نضيف البوليثين جلايكول 400، لان هذا يكون بشكل ليكويد. If a firmer ointment is desired، إذا أريد بعد أصلب إنه altered the content up to equal part of two ingredients، يعني كل ما نزيد هذا البوليثين جلايكول 3350 راح ينطيني شنو عندنا؟ راح ينطيني صلابة أكثر، فكل ما زيد إذا كان عندنا equal amount راح نحصل على more firmer ointment. When aqueous solution are to be incorporated into the base substitution 50 غرام من البوليثين جلايكول 3350 with an equal amount of ستياريل الكحول، فهذا يعتبر يعطيني advantages in rendering the final product firmer. إذن لما aqueous solution are to be incorporated into the base أريدها، فنبدل 50 غرام من البوليثين جلايكول 3350 بإيكوال أمونت، يعني ب 50 غرام من الستياريل الكحول، وهذا يعطينا فد أدفانتج إنه يكون الفاينل برودكت مور فيرمر، يعني يكون أصلب، وبالتالي إحنا نقدر أيضا نضع يعني الأكويوس سوليوشن أيضا نمزج وياها. طبعا هذا الجدول جدا مهم اللي هو يعتبر الكلاسيفيكيشن اند بروبرتي اوف يو اس بي اوينتمنت بيز، كل وحده وصفاته. هنا عندنا الهيدروكربون بيز، هنا عندنا الابزوربشن بيز، الووتر ريموفبل بيز، والووتر سوليبل بيز، فهذا تقروه بشكل موضح وتنتبهون عليه، وكل واحد وصفاته مثل ما شرحتها، بس اني مرتبت لكم اياه بهذا الجدول، فهذا الجدول جدا مهم انه تعرفوه، وهو ملخص لما شرحته خلال هذه المحاضره. نجي الى selection of appropriate base، طيب على اي اساس احنا نختار الاوينتمنت بيز او نوعها؟ هل نختار هيدروكربون او ابزوربشن او ووتر ريموفبل او ووتر سوليبل بيز؟ عندنا عده فاكتورات تلعب دور مهم باختيار الابروبريت بيز. بالنسبه لها مثلا عندنا الديزايرد ريليز ريت اوف ذا دراج سبستانسز فروم ذا اوينتمنت بيز، هل احنا نريد الريليز يكون سريع، هل يكون الريليز بطيء؟ ودائما طبعا نختار الدراج حسب يعني حسب نوع الدراج نختار البيز مناسبه، يعني اذا اريد الريليز يكون بطيء المفروض البيز بالعكس، يعني اذا كان الدرج هو ووتر سوليبل فاذا معنى ذلك البيز يعني راح نختارها من نوع الاجيناس حتى ما يبقى مشلب بيها وانما يتركها، والعكس صحيح، يعني مثل الحاله كمان في حاله السبوزيتوري العلاقه بين الدرج والبيز والريليز، تكون الدرج عكس المواصفات البيز حتى يصير عندنا الريليز
سريع، لكن اذا ريليز بطيء يبقى مشلب بالدرج بالبيز. بهالحاله نفس المواصفات اثنيناتهن، اما اثنيناتهن يعني يكون اذا هيدروكربون بيز مثلا الدرج ووتر انسوليبل، فيبقى مرتبط مع البيز وهكذا اند سو اون. ايضا اذا نريد الديزايربلتي اوف توبيكال اور بيركوتينيوس، هل احنا نريده يمتص او انه نريد فقط توبيكال، عندنا الاوكلوزيف اوف مويستشر مثل ما هل نحن نريد يغطيها للمنطقة، يصير عندها هايدريشن للمنطقة، او نريد مثلا تنضح. اذا كانت تنضح احنا نريد نخلصها، فما المفروض انسان نستعمل هايدرو كاربون بيز اور الاجينوس بيز. ايضا الستابيليتي اوف ذا دراج ان ذا اوينتمنت، افكت اف اني اوف ذا دراج اون ذا كونسيستنسي اوف اذر فيتشر اوف ذا اوينتمنت. الكونسيستنسي اوف ذا دراج احنا نريد المواصفات الاوينتمنت المناسبه. عندنا الديزاير فور ا بيز ايزلي ريموفد، هل احنا نريدها ايزلي ريموفد لو تبقى مع على اذا كانت اولاجينوس تبقى على الجلد، ولها اكلوزيف بروبرتي وصعوبه وحتى المفعول الدراج يكون اكثر، بينما اذا نريد نزيلها بسهوله دائما نريد نستعملها اكثر من 3 مرات او 4 مرات نحتاجها، فبهالحاله نحتاج لغسلها يكون بسيط، فنستعمل ووتر ريموفابل بيز. اور عندنا الكاركترستكس اوف ذا سيرفيس تو ويتش از ابلايد، ايضا ان اوينتمنت از جنرالي ابلايد. مثلا اذا كان عندنا دراي سكن شنو نضيف نوع البيز، اذا دراي فاذا لازم اوكلوزيف، اذا اوكلوزيف يعني هيدروكربون بيز. اذا كان سكيلي سكن مثلا او كان قشرة يعني عفوا يعني متقشر مثلا كعب الرجل، هذا دائما يكون بقشور، فاحنا هذا المفروض. ومثلا اذا كان صدفية فهذا الحالة دائما نحتاج الى اوينتمنت نستعمل، ومن نوع يكون له اوكلوزيف دريزنج يعني هيدروكربون اور الاجيناز بيز. بينما اذا كان عندنا المنطقه تنضح اوزنج اور ويبينج تنضح، بهالحاله كريم از ابلايد تو ذا ويبينج اور الويبينج يعني اذا كانت نطلع سائل او مثلا ترشح اوزنج، بهالحاله نستعمل الكريمز and lotions is applied بالنسبة للأبلاي إلى الانترتريجيز اريا or where friction may occur. اللوشن وين خليها؟ بالمناطق مثلا اللي بيها احتكاك دائما، الاريا where friction may occurs أو اللي طيات بيناتهم طيات between مثلا بين الفخذين under تحت الأبط، هذه يفضل استعمال اللوشن. The base which provide the base combination of the most desired attributes should be selected. إذن دائما احنا نختار حسب ايضا البيز which provide the base combination of the most desired attributes to be selected. دائما نختارها حسب المواصفات المنطقة اللي احنا نريد نعالجها واللي نريد نحصل على good effect of the drug. هنا نكون خلصنا المحاضرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.